تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامج قراءة في كتاب. نجلس اليوم لنقرأ ما بين سطور دراسة تاريخية وكتاب ألفه كاتب وباحث له قدم راسخة في البحث والكتابة. نقرأ ما بين سطور كتاب آلاف السنين في الصحراء، تاريخ موريتانيا من البواكير حتى القرن العشرين لمؤلفه الدكتور عباس إبراهام. ضيفنا باحث وكاتب له عدة مؤلفات كما له الكثير من المقالات والأبحاث المنشورة وترجم بالتشارك مع جوزيف مسعد الإسلام في الليبرالية. يعمل حاليا على الجزء الثاني والثالث من كتاب آلاف السنين في الصحراء الذي نقرأه اليوم ما بين سطوره. يدرس حاليا تاريخ العالم وتاريخ الأفكار بجامعة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة أمريكية. أهلا بك ضيفنا الكريم دكتور عباس إبراهام. أهلا بك. شكرا. تشرفت بحضورك معنا في هذه الحلقة. ونبدأ طبعا حول محورنا الأول وتناغما مع البرنامج قراءة في كتاب. سيكون محورنا الأول نظرة على أقسام كتاب آلاف السنين ودوافع تأليفكم للكتاب وما لفت انتباهكم خلال البحث. أولا دوافع التأليف وأقسام كتاب. نعم، دوافع التأليف كما ذكرت في المقدمة هي أنني كنت أريد أن أكتب بحثا في التراتبية، وبالأخص أن مسألة العدالة الاجتماعية والعدالة التوزيعية في موريتانيا كانت مسألة قد بدأت تطرح بشكل جدي في قبل تقريبا 15 سنة في النقاش العمومي. فكنت أريد أن أنظر في تاريخ السلطات والتفاوتات والتراتبيات الاجتماعية، وكنت أحتاج في هذا النوع من البحوث أن أحصل على تاريخ عام، تاريخ شامل، لأن التاريخ الشامل والتاريخ العام هو المنطلق. فاكتشفت أن ما يوجد في السوق من كتب في التاريخ العام ليست كافية. طبعا هنالك مقترحات جيدة نوهت بها في حينه، وهنالك تقاليد تاريخية قديمة لم تعد تستجيب للتاريخات الحديثة. فقلت لماذا لا أبدأ بهذا المشروع، وهو مشروع أولا إثبات السياق التاريخي، ثم بعد ذلك يمكن أن ننطلق ونتحدث عن أشياء مخصوصة. ولذلك فما قلت ما قلته في مقدمتي هو أن هذا كتاب من أجل أن يكون هناك كتب. دعونا نعرف أولا ما هي الصورة العامة لتاريخ موريتانيا، ثم بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن أشياء مخصوصة. المسألة الأخرى هي أنني لاحظت أيضا أن الموريتانيين لا يمتلكون عقلا تاريخيا. نحن نعتقد أننا مجتمع حديث، نحن نعتقد أن مجتمع ولد بعد الاستعمار، وأن تشكلات المجتمع لا تعود إلى قرون وجيزة. ونحن كأي شعب نمتلك أو كأي شعوب نمتلك تجارب منسية غنية ضاربة في الأفق، وهذه التجارب تحتاج إلى أن يكون هنالك ثقافة تاريخية لكي يتم الوعي بها، لأن الوعي التاريخي ليس وعيا وراثيا، وإنما هو وعي ثقافي وهو وعي يدرس إلى آخره. فبالتالي هذا دكتور هنا تحدثت أيضا عن يقول أحد الباحثين حول الكتاب أو حول مقالات تكون نشرت حول الكتاب أن بدلا من تكون الحكايات الشعبية والنوادر موطن للاستشهاد وأدخلتم عليها أدوات أكاديمية، أدخلتم على أدوات أكاديمية على هذه الحكايات والنوادر وغيرها من الأمور الشعبية. يعني تقييمكم لهذا ما أضفتم للحكايات والنوادر كيف يعني يؤثر على السرديات وعلى الأمور اللي في المجتمعات الأكثر كان أمي طبعا كانت مجتمعات فقط تؤرخ فقط بالحكايات. نعم، ربما من قال هذا هو البروفيسور عبد الودود الشيخ الذي قدم لي كتابي، ولكن أعتقد أن ما أردت أن أفعله هو أن لا نهمل السرديات، لأن السرديات هي طبعا لا تقدم تاريخ حقيقي. سرديات القبائل، سرديات القرى، سرديات المدن، سرديات المجموعات حول أصولها، حول العقد الاجتماعي، لأن معظم هذه السرديات هي سرديات حول العقود الاجتماعية في قرى معينة. هذه السرديات هي ليست كافية كحقيقة تاريخية، ولكنها مهمة من أجل مساءلة الحقائق التاريخية. وطبعا ليست السرديات وحدها، وإنما العقود والعهود، تغيرات التقديمات الاجتماعية والتقديمات التاريخية، وبالتالي هذه مسائل مهمة جدا. مؤخرا بيير بونت الراحل بيير بونت درس هذه المسألة من خلال العودة إلى حكاية الأصول الموريتانية، وطبعا هنالك آخرون درسوها في السبعينات
نظروا الى جمعوا اولا هذه الاصول هذه الروايات. طبعا جمعها المؤرخون الاستعماريون بكثافه، ناس امثال بول مارتي، ناس امثال بيري، ناس امثال اسماعيل حامد وغيرهم، وبالتالي صارت عندنا ماده فولكلوريه كبيره جدا وثريه، ويجب ان نتناولها اكاديميا، ان ننظر فيما هو معناها في الحقبه التاريخيه المنشوده. جميل. قضية أيضا البحوث التاريخية ومقارنة ما بين الرحالة العرب أو المستكشفون العرب وكذلك المستكشفون الغربيون، كل لديه يعني توجه للبحث في البلد، طبعا في القديم أنتم آلاف السنين ذكرتم، يعني وجه المقارنة ما بينهم، اعتمادهم على ماذا؟ أكثر مصداقية، أيهم أكثر مصداقية من وجهة نظركم؟ البحوث التي قام الغربيون أم التي مستكشفون العرب الأوائل؟ طبعا كل هذه البحوث يجب أن تعرض على مسبار نقد، فهي لا تقدم صورة بريئة، وإنما تقدم زاوية وجهة نظر معينة. الرحال العرب والأخباريون العرب بعضهم وصل للمجال، هنالك خلاف هل وصل ابن حوقل إلى أوداغست، هل وصل إلى موريتانيا. لفتسيون يعتقد أنه لم يصل، أنه ربما وصل إلى تونس أو وصل إلى صقلية، وإن كان في نصه يقول أنه شاهد صكا، وهذا الصك هو الصك الثري، يعني صك بقيمة كبيرة، وهو أكبر صك شاهده وهو رحالة شاهده في أوداغست. ولكن بعض الناس يقول أنه أن الإشارة لا تعني بالضرورة أنه كان في أوداغست. طبعا بعضهم لم يحضر أوداغست، مثل ابن الأثير، ناس امثال القلقاشندي، هؤلاء الناس لم يكونوا في هذه، وانما كانوا ينقلون بعض الاشياء، وبالتالي فهم يختلفون. طبعا البكري يعرف هذه الارض لانه ابن عائله غنيه ودخل في ارشيف قرطبه، وبالتالي يجب ان نفرق بين هؤلاء. طبعا ابن فاطمه ايضا هو شخص يعرف هذا المجال. بعضهم دون ذلك، بعضهم يقول اشياء مثيره ولكن يبدو انه وحده من يقول بها، في الادريسي مثلا. وطبعا بعضهم هم الاخباريون العرب الذين يكررون ما قيل، وبالاخص المشارقه الذين يكررون ما يقال عن المرابطين والغربيون. طبعا التاريخ، طبعا اوكي، كل هؤلاء يحمل وجهه نظر تنقل جمله من التحيزات الثقافيه، جمله من التحيزات الفكريه الى اخره، وبالتالي يجب دائما ان ننقدها. المثقفون الاستعماريون طبعا ينقسمون الى قسمين، المستشرقون قبل احتلال موريتانيا كانوا يؤثمون هذه الأرض، يعتقدون أن الموريتانيين مجموعة من البرابرة، مجموعة من المتوحشين، أحيانا يصفونهم بأنهم قادرون إلى آخره، ولكن تصورهم لموريتانيا سرعان ما بدأ يتغير عندما احتلوا إلى موريتانيا، حيث نشاهد نوع من الحب، نوع من التهيام، ناس أمثال بيري، ناس أمثال حتى كابولاني كان يحبه موريتانيا، وأوصى بأن يكتب على قبره أنه كان صديقا لموريتانيا، في لاميدا لدى موريتانيا. وبالتالي يجب دائما، وطبعا هناك بعض الناس أمثال فابير الذي أحب، ربما من أوائل المستشرقين الذي أحب موريتانيا، وربما شيئا ما فيدرب، ولكن معظم هؤلاء الذين قبل هؤلاء كانوا يؤثمون هذه الأرض ويشررونها كثيرا. النظرة الاستعمارية إلى موريتانيا وإلى أي مكان هي تسمى بالكولونيال جيز، أي النظرة الاستعمارية. هذه النظرة درست مؤخرا كثيرا، وما أصبحنا نعرفه الآن هو أن هذه ليست نظرة استعمارية خالصة، فما يعرفه المستشرق الاستعماري يصل إليه أحيانا بوسطاء محليين، فنحن لا يمكننا أن نقول أن ما كتبه بول مارتي أنه خاص ببول مارتي، لا بد أن نتحدث عن من هو وسطاء بول مارتي. ما الذي وصل إلى بول مارتي مثلا من قبل الشيخ سيدي أباب؟ بول مارتي في كتابه عن الإسلام مور، الإسلام إسلام إسلام البيضاني، يعبر عن هيام بالشيخ سيدي ويعتبره مصلحا ويعتبره إنسانويا، وطبعا يختلف معه في بعض الأشياء السياسية، كمثلا موقفه من محضرة الفلانيين مثلا، محضرة محمد سالم مثلا، وبعض الأشياء، إلا أن ما يصل إلى 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 المؤرخ الاستشراقي والاستعماري هو أحيانا يصل إليه وبالأخص أن المستعمر بدأ يعهد إلى البيضان، وطبعا بولار أن يكتبوا
تاريخا محليا. فبالتالي صار هنالك ما أسميته في بحث أعمل عليه بالتعاون البحثي historiographical cooperation. وبالتالي ما يصل إلينا ما ننظر إليه أحيانا على أنه مجرد معرفة استعمارية هو متخلل أيضا بمعرفة محلية. محلية. ولكن أيضا يبقى فيه استشراق ويبقى فيه تراتبيات، وطبعا يختلف ما يكتبه الأكاديمي عن ما يكتبه المغامر كرينيكاية مثلا وغيره. جميل. طبعا كتاب آلاف السنين في الصحراء قسمتم إلى 7 أقسام، وتحدثنا بإيجاز عن هذه الأقسام وأبرز الفصول. هو عموما هذا تحقيب وتحقيب تاريخي، لأنني نظرت إلى فترة ما قبل فترة البواكير، وهي فترة تقريبا لآلاف السنين قبل الميلاد. وهذه فترة مهمة لأن الحفريين درسوها واشتغلوا عليها كثيرا، وقد اكتشفوا أشياء مهمة فيما يتعلق بالتضاريس، فيما يتعلق بالبحيرات والمحيطات القديمة، وأيضا فيما يتعلق بالتجمعات السكانية كتجمع بوحديدة مثلا إلى غيره. وكما درسوا أيضا حضارة ولاية ويتشيت، وهي حضارة ثرية تمتد في حوالي 500 قرية، وهذا تقريبا حوالي 2000 قبل الميلاد. وإلى حد الآن هذه الأشياء مهملة في الوعي التاريخي الموريتاني، لا تدرس في المدارس. والكثافة الديموغرافية التي في المنطقة في تلك الفترة غير 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 موجودة الآن. نحن اليوم نتحدث عن إعادة إعمار المدن القديمة، ولكن المدن القديمة لم تتجاوز شأنها منذ تلك الفترة، أو منذ على الأقل منذ القرن 17، حيث تقريبا هنالك 5000 أو 6000 أو أحيانا 15000 في المدينة الواحدة، وهذا لم يعد متاحا حاليا. بعد ذلك درست الحقبة الوسيطة، وهذه الحقبة تتميز أساسا بدخول الإسلام، لأن الإسلام قام بمسألة مهمة جدا في غرب إفريقيا. الإسلام ربط شمال إفريقيا بغرب إفريقيا، لأن غرب إفريقيا في هذه الفترة تمتلك أكبر خزان للذهب في العالم. وبالتالي فالإسلام هو كان جسر ما بين الشمال، وبالتالي خلق مجموعة من الممالك، وإن كانت هذه الممالك غير مسلمة في البداية، ولكنها كانت هبة التجارة الإسلامية. وهذا يتعلق هذا يصدق على غرب إفريقيا تماما كما على شرق إفريقيا. في شرق إفريقيا أنتج ما يسمى بالموزمبيق، الموزمبيقات التي هي مدن محصنة تعتمد على التجارة مع المسلمين في منطقة البحر الأحمر أو المحيط الهندي. بينما في مجالنا كانت تتعلق بربط المغرب الكبير من خلال القوافل بالصحراء، وهذا أنتج فرصا كبيرة استثرى منها أبناؤنا المحليون وبالأخص الصنهاجيين من حماة القوافل، رغم أنهم لم يكونوا متمدنين أساسا. أو داغوست التي هي أهم مدينة ظهرت من هذه التخاصم التاريخي، هي تقريبا مدينة كان يسكنها ناس من شمال إفريقيا، ناس من زناتة، وطبعا مستعبدين من منطقة السودان إلى آخره. بعد ذلك تحدثت عن فترة المرابطين بطبيعة الحال، وهي فترة مهمة. يبدو أن هنالك هوسا في الثقافة الموريتانية بنسبة كل شيء إلى المرابطين، ولكن درست ما بعد المرابطين وهي فترة غامضة. ثم بعد ذلك درست تشكل المجتمع الموريتاني التقليدي، وبالأخص في المجال البيضاني، ولأن هذه الفترة تتميز بجملة من الأشياء، منها الجفاف الكبير، وبالتالي خروج الساكنة السوداء التي هي ساكنة أصيلة ولكنها بدأت تخرج في 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 فيما بعد الفترة الوسيطة إلى المناطق الجنوبية. ثم بعد ذلك طبعا نتحدث عن طبعا العصور الاقتصادية الكبيرة، عصر العلك أو عصر الصمغ أو عصر الخيل، وطبعا عصور التعبيد إلى آخره، وطبعا ظهور التعريب وظهور هجرة الهلالية الحسانية. ثم بعد ذلك تشكل الإمارات، وطبعا القرن 19 الذي هو عصر. جميل. من خلال هذا الكتاب وأنتم لديكم أجزاء أخرى ستنشر قريبا إن شاء الله تعالى، هل هناك إجابات أو أسئلة بقيت عالقة في ذهنكم من تلك الفترة تودون البحث عنها أو توجهون الباحثين إليها؟ نعم، أنا بدأت مؤخرا أكتب تاريخا مخصوصا،
وبدأت أستخدم فيه مصادر أخرى، وهي بالأخص مصادر الفتاوى الإسلامية، من أجل قراءة، من أجل استخراج صورة اجتماعية. وأيضا أقوم بمسألة مهمة، وبالأخص أنني توجهت إلى تدريس تاريخ العالم، أصبحت أنظر إلى تاريخ الصحراء من وجهة تاريخ العالم. نعم. وطبعا هذا يستلزم نمطين من التفاوضات. النمط الأول هو أن أوكي، من ناحية إذا نظرنا إلى ما سمي بالتجارة الأطلنطية، نجد أن لها أثرا، والذين اشتغلوا على التاريخ الموريتاني البرتغالي اشتغلوا على هذه المسألة، وبالأخص في قضية التعبيد الذي كان يقوم به القراصنة القشتاليون من إيبيريا. ولكن مؤخرا بدأت أكتب بحثا عن تاريخ الاستعباد غير المار بالتجارة الأطلنطية، وبالتالي صورة المستعبدين على طريق القوافل تختلف تماما عن صورة المستعبدين على الطريق الأطلنطي. فمن ناحية الأسعار، من ناحية المعاملات، طبعا عبيد المكاتبة يختلفون عن عبيد الزراعة، هؤلاء يضربون، هؤلاء يعتبرون جزء من الأهالي، هؤلاء طريقة امتلاكهم هي طريقة امتلاك فردية، هؤلاء تمتلكون مجموعات، وبالتالي هناك مجموعة من التعقيدات. هنالك في حالات معينة تحرير نصف رقبة، لأن نصفه مملوك من قبل شخص آخر لا يريد تحريره، وبالتالي يدخل الفقهاء في مشكلة، هل يعبد ولكن يحرر أبناؤه أم أن أم 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 هنالك جملة من القضايا تظهر في الفتاوى الإسلامية، تقدم لنا صورة مختلفة تماما عن تاريخ الاستعباد كما كتبه بعض زملائي، أمثال عن ماكدوغال، أمثال فرير وغيرهم. وبالتالي أعتقد أن الفتاوى الإسلامية مهمة، لأنها والنوازل، لأنها تقدم لنا صورة مهمة، ولكنها تكون مهمة فقط، أو تكون أكثر أهمية، إذا قمنا بمحاورة ما بينها وبين البحوث التي كتبت في هذا المجال قبل ذلك. جميل. طبعا أنتم أيضا ذكرتم في حديثكم الآن تدرسون أيضا تاريخ الأفكار وتاريخ الاستعمار في أفريقيا، صورة الاستغلال البشري التي ذكرتم آنفا. هناك أيضا قضية خصوصيات الإسلام، عندك تاريخ الأفكار، خصوصيات الحركات الإسلامية والمعتزلة التي ذكرتم لديكم بحث حولها. نعم، أنا اهتممت عندما كنت في جامعة أريزونا، كنت أدرس تاريخ الأفكار الإسلامية، وكنت أدرس تاريخ الإسلام بشكل عام، واهتممت بأن أدرس الإسلام من وجهتي نظر، الأولى تاريخ الأفكار، تاريخ الفكري للإسلام، والثانية هي تاريخ الشعبي للإسلام، ما هي صورة الخصافين والجصاصين والنهاريات والليليات والنطافين إلى آخره، صغار الجند، صغار الشعراء والبجان إلى آخره. لأنني أعتقد أن هذه الصورة مهمة، لأنها تقدم لنا ديناميكية اجتماعية لا تظهر في الخطاب السائد عن الإسلام، سواء الخطاب الاستشراقي أو الخطاب الوعظي أو الخطاب القومي الديني إلى آخره. أما دراستي، وقد بدأت في هذا أكتب عملا تقريبا، أعتقد أن الجزء الأول منه منتهي، وهو تاريخ الشعب الإسلام. العمل المشروع الآخر الذي هو التاريخ الفكري للإسلام، درست فيه الحركات الفكرية الإسلامية، وبدأته بالمعتزلة، وتقريبا أعتقد أنني أنهيت. أنا تقريبا راضي الآن عن النسخة التي عندي عن تاريخ الاعتزال، وقد ألقيت في هذا المحاضرات. وما أهتم به هو إعادة تاريخ كتابة تاريخ الاعتزال من منظور اجتماعي ومن منظور فكري. أولا، حدثت عدة تقدمات منذ فان إس ومنذ مادلونغ، الذين أعادوا ترتيب الأوراق وما نعرفه عن الاعتزال، وصاروا يقدمون تاريخا خطيا نلاحظ فيه تقدم الأطروحات المعتزلية. ولكن المسألة الأخرى المهمة هي أن الاعتزال هو في الحقيقة حركة فكرية كبيرة ومتناقضة فيما بينها، وفقط إذا نظرنا إلى الاعتزال من هذه وجهة النظر يمكننا أن نفهم بعض التطورات في الفكر الإسلامي. مثلا، معظم ما ينسب إلى الأشاعرة وينظر إلى الأشاعرة على أنهم الذين دفنوا أو هزموا الاعتزال، معظم ما يقولونه هو مسألة كانت مطروحة في الاعتزال. بالتالي إذا نظرنا إلى الأشعرية على أنها إمكانية من إمكانيات الاعتزال، وليس على أنها نقيض الاعتزال،
نكون قد أسدينا خدمة جليلة إلى تاريخ الأفكار الإسلامية، لأننا سننظر إلى ديناميكيته. مثلا في الاعتزال هنالك ناس جبريون، هنالك ناس مثل النجاريون، هنالك ناس مثل ضرار بن عمرو، هنالك ناس مثل أبو بكر الأصم، الذين قدموا مقترحات تشبه مقترح الكسب الموجود لدى الأشاعرة. وهذه مسألة عادة ما يتم تغافلها في التاريخ السائد عن الاعتزال، الذي ينظر إلى الاعتزال على أنه مجرد مقولة في حرية الإرادة، وأنه لا توجد فيه مقولات جبرية أو كسبية إلى آخره. جميل. نتحول إلى قضية أيضا تصوراتكم لرواد النهضة العربية وتأثرهم بأسماء موريتانية في النهضة العربية، وأدوارهم أيضا، أدوار أولئك المساهمين من موريتانيا من الشناقين والشرقيط في النهضة العربية. نعم، هذا بحث أعمل عليه حاليا، وفي الحقيقة ليس بحثا جديدا، لأن بعض الزملاء هنا في الأكاديمية الموريتانية درسوه، ولكنني اهتممت بمسألة، لأنني في الحقيقة رسالتي الماستر كانت عن العلمنة في مصر في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. وهذا البحث أهلني إلى أن أنظر في ما هي المشاركة التي قام بها الموريتانيون في النهضة، النهضة العربية، لأن النهضة وإن كانت حدثت في الأصقاع العربية وبالأخص في القاهرة وفي دمشق، إلا أنها هي في الحقيقة إذا نظرنا إليها هي منتوج مثقفين قادمين من مختلف أنحاء العالم العربي بل ومن العالم. هنالك أتراك، هنالك شراكسة إلى آخره، هنالك إلى آخره. مساهمة موريتانيا هي مسألة لم ينظر إليها كثيرا في من ينظر في سوسيولوجيا النهضة. وطبعا نحن نعرف الموريتانيين الذين وصلوا إلى مصر في تلك الفترة، ناس مثل سواء وصلوا إلى القاهرة وأثروا فيها مثل أحمد حمود التلاميذ مثلا وأحمد بن أمين الشنقيطي. وبالتالي طرحت سؤالا بحثيا، هو كيف، ما هي اليافطة التي وصل بها إليها هؤلاء، وما هي مساهماتهم؟ طبعا إذا نظرنا إلى مساهماتهم نجد أن كثيرا منها هي مساهمات نحوية، وهذا مثلا نتذكرها في موريتانيا من خلال إحالة طه حسين إلى الشيخ الشنقيطي الذي هو محمد أحمد بن التلاميذ. وطبعا هناك صراع ما بين أولي التلاميذ وأحمد بن الأمين الشنقيطي في مسألة معينة من مسائل الصرف. فكانوا منقحين وكانوا محققين وكانوا أيضا مزودين بالمخطوطات، فكثير من المخطوطات التي حققت من أمهات الكتب العربية ما في الأغاني دائما هناك نسخة شنقيطي. فإذا نظرنا إلى دراسة هؤلاء الموريتانيين يجب أن ننظر في سوسيولوجيا الكتب، في المخطوطات النادرة. وطبعا هذا أغرى بعض الناس أمثال ماسينيو وأمثال مارتي أن يذهبوا إلى موريتانيا وأن يبحثوا عن المخطوطات، لأنهم اكتشفوا أنه في كل مرة هنالك مخطوطة نادرة تأتي من الصحراء. وبالتالي كتبوا هنالك البحث الذي كتبه بول مارتي عن مكتبة محمد بن سليمان الديماني، تقريبا قام بجرد لمكتبته ونشرها في كتابه عن الإسلام البيضاني. وطبعا لوي ماسينيو المستشرق الكبير والمهم والذي كان يتراسل مع حنباتيبا ودرس أعتقد مكتبة الشيخ سيدية إلى آخره. وبالتالي الموريتانيون كانوا يقومون بدور في النهضة يشبه دورهم الآن، وهو أن يكونوا منقحين ومحققين ومصلحين ودقيقين لغويين، ولكنهم أيضا كان لهم دور إيديولوجي، لأن أحمد بن الأمين الشنقيطي كتب انتصارا للعرب عندما هوجم دور العرب وظهرت أوائل ظهرت ظهر نقاش شعوبي جديد، وبالتالي ساهم الموريتانيون في هذا وذاك. وأيضا هنالك يجب أن ننظر إلى مثلا أعتقد أن فيما يتعلق بمخطوطات الكتب أعتقد أنهم كانوا من أظهر الشاطبي، لأن الشاطبي هو منتج جديد. الشاطبي طبعا قديم ولكن سطوته في الفكر الإسلامي هي سطوة جديدة، وبالأخص في أواخر القرن التاسع عشر، ربما كتاب الموافقات والاعتصام حقيقة 1896، وكانت هناك دائما نسخة شنقيطية. طبعا دائما محمد أحمد بن تلاميذ هو شخص مهم في هذا الإطار، وبالتالي يجب أن ندرس هؤلاء الموريتانيين وأن ننظر في، وهذا مهم أيضا في الأفكار أيضا الشاطبي وأفكاره في الفكر الإسلامي. نعم، وبالتالي هؤلاء الموريتانيين يتجلون لنا في تاريخ النهضة العربية من خلال الكتب التي أتاحوها، من خلال أثرهم، وهذا أثر ليس أثرا بارزا للعيان، لأنه أثر التدقيق وأثرا مكتباتيا. وبالتالي يلعبون الدور الشبيه بلعبه الآن في الإعلام العربي، دور كواليسي ولكنه دور أيضا مهم جدا. جميل.
البحوث والدراسات التي تنشرونها غالبا ما تكون بالإنجليزية، ترجمات والنشر أيضا في البلد، نظرتكم له كيف يتطور ويعزز؟ جزء من التوجه إلى النشر بالإنجليزي، مع أنني مهتم بأن أواصل النشر بالعربي، هو أولا أسباب بحثية محضة، لأن المؤسسات البحثية الغربية تلزم بضرورة النشر. عندهم مقولة أنشر أو 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 مت، publish or perish. بالنسبة للباحث النشر أو الموت. جزء أساسي، نعم، جزء أساسي من التطور المهني والتطور الاحترافي للباحث هو أن يقوم بالنشر بشكل دوري، وأن تكون مسألة حياة، وبهذا جزء أساسي من تدرجه ومن بقائه في المؤسسة البحثية نفسها. لست خبيرا في جامعة نواكشوط، وأعتقد أن التقاليد يختلف. ربما من أسباب هجرتي هو أنني عندما درست في جامعة نواكشوط اكتشفت أنني لن أكون باحثا إلا بالاختيار، ولكن ليس بالضرورة إذا بقيت في هذه المؤسسة. وبالتالي كان هذا جزء أساسي من هجرتي، التي هي هجرة بحثية. وبالتالي طبعا هنالك مسألة، الدراسات الإسلامية والدراسات دراسات الشعوب الأخرى صارت تحدث بالإنجليزية أكثر، لأن هنالك هجرة بحثية وهناك تساؤلات حول الأفكار الإسلامية. نعم، لأن ليس فقط لأن الغرب يطرح أسئلة مهمة، بل لأن جزء كثير من الأسئلة التي تطرح في المؤسسات الغربية تأتي من ناس أمثالي، وهم ناس مهتمون بثقافتهم ويريدون أن يتابعوا البحوث حولها، ولكنهم يجدون فرص أكبر في الجامعات الغربية. وبالتالي هذه لم تعد جامعات غربية، هذه جامعات صارت جامعات عالمية. جميل. بقي فقط سؤال حول الأجزاء الموالية من كتابكم حول آلاف السنين في الصحراء. ما تتضمنه هذه الأجزاء إن شاء الله تعالى؟ نعم، هو في الحقيقة انهيت المشروع تقريبا قبل سنوات، والجزء الثاني يتعلق بالحقبة الاستعمارية، وهو كتاب كبير، وبالأخص أن الحقبة الاستعمارية حقبة غير مدروسة. عندما تناقش في 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 الساحة العمومية في موريتانيا، فإننا ننظر دائما إلى مسألة المقاومة، هل قاوم هؤلاء أم لم يقاوموا، هل ما حدث مقاومة عسكرية أم مقاومة ثقافية. ولكن ما هو أهم من هذا هو أن ننظر إلى المؤسسات التي أنتجت في الحقبة الاستعمارية، بما فيها المؤسسات الإسلامية، لأننا عادة ننظر إلى الحقبة الاستعمارية على أنها حقبة استلابية، ولكن أيضا هذه الحقبة ظهرت فيها جملة من المؤسسات التي صارت جزءا أساسي من هويتنا كموريتانيا. وهذه هي طبيعة الالتقاء الاستعماري. الالتقاء الاستعماري ليس قوسين كما يقول دارسوه، وإنما هو جينيالوجيا للحاضر. وبالتالي إذا أردنا أن نفهم مؤسسات دولتنا المعاصرة، يجب أن ننظر في المؤسسات التي ولدت في العهد الاستعماري. وهذه المؤسسات لم تولد فقط بإرادة استعمارية، وإنما كما ذكرت بخلال بسطاء محليين بعضهم راهن على الاستعمار كقيمة أمنية أو كشرط أمني، وبعضهم وجد أن ذلك ليس مثل التعليم في البداية الاستعمار فشل في إقامة التعليم، لأن المحليين كانوا يقاطعون التعليم على أساس أنه يحمل نوايا تبشيرية، وهذا ما اضطر الاستعمار الفرنسي لأن يبدأ التعليم في البداية حتى يغري الناس بأن يذهبوا إلى المدارس. وطبعا استخدم ضغطا هائلا، حتى ناس كبار درسوا في هذا، معظم العلماء كبار، الشيخ سعد بنفسه درس في هذه المعاهد وفي هذه المدارس. وبالتالي أغري الموريتانيون بأن يذهبوا إلى هذه المدارس ويتعلموا فيها علما حقيقيا. ولكن لاحقا بدأت هذه المدارس تعلمهم الفرنسية، لأن هدفها الأساسي ليس تخريج علماء مسلمين، وإنما تخريج بيروقراطيين وكتاب ومحاسبين ومترجمين إلى آخره. وبالتالي حدث هذا التعليم الذي عندنا، الذي هو تعليم مزدوج، وهو تعليم مهتم أساسا ليس فقط بالمعرفة العلمانية المحضة، وإنما أيضا المعرفة الدينية كجزء أساسي من شرعية هذا التعليم. فهذه هذه 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 النقاشات ما زالت مطروحة، وهي نقاشات استعمارية. جميل. شكرا لكم ضيفي الكريم دكتور عباس إبراهام، مؤلف كتاب آلاف السنين في الصحراء، تاريخ موريتانيا من البواكير حتى القرن العشرين. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة. لكم تحياتي وتحيات فريق البرنامج. في الإخراج أحمد سالم بوبوط، في التصوير فاضل عبد الله، وفي الصوت مصطفى جي. في أمان الله.